سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتبارك الله أحسن الخالقين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا يا ربنا يا مولانا، إنك أنت السميع العليم. ولا تضرب بهما وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريدة ولم يهتك الستر، يا كريم الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا غاية رغبتنا، أسألك أن لا تشوه خلقي بالنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم من أصلح وحاجته وطلبته إلى مخلوق فإن حاجتي وطلبتي إليك يا مولاي وحدك لا شريك لك. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأيدني من كل يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم ارزقني خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجليل ولم يهتك الستر، يا كريم الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا غاية رغبتنا، أسألك أن لا تشوه خلقي بالنار. اللهم إنا نحمدك على كل نعمة ونشكرك على كل حسنة، ونستغفرك من كل ذنب ونسألك من كل خير، ونستعيذ بك من كل بلاء، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا عدتي عند كربتي، ويا غياثي عند شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا منجحي في حاجتي، ويا مفزعي في ورطتي، ويا منقذي من هلكتي، ويا كالي في وحدتي. اغفر لي خطيئتي، ويسر لي أمري، واجمع لي شملي، وانجح لي طلبتي، واصلح لي شاني، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، ولا تفرق بيني وبين العافية عبدا ما أبقيتني، وفي الآخرة إذا توفيتني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إني أتقرب إليك بكرم مولانا محمد المصطفى نبيك، ومولانا علي المرتضى أساس الإمامة ووصيه ووليك، ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت نبيك، ومولانا الحسن ومولانا الحسين الإمامين سبطين نبيك، ومولانا علي بن الحسين زين العابدين، ومولانا محمد بن علي الباقر علوم الدين، ومولانا جعفر بن محمد الصادق الأمين، ومولانا إسماعيل بن جعفر سلالة الغر الميامين، ومولانا محمد بن إسماعيل سابع المتمين، وبالأئمة الطاهرين الثلاثة المستورين أمراء المؤمنين، ومولانا عبد الله بن محمد، ومولانا أحمد بن عبد الله، ومولانا الحسين بن أحمد، وبالقائمين من نسلهم والمنسلين من أعقابهم أرباب الظهور والباب الدهور والعلماء بخفيات الأمور، مولانا عبد الله الإمام المهدي لك، ومولانا محمد القائم بأمرك، ومولانا إسماعيل المنصور بنصرك، ومولانا معد المعز لدينك، ومولانا نزار العزيز بك، ومولانا الحسين الحاكم بأمرك، ومولانا علي الظاهر لإعزاز دينك، ومولانا معد المستنصر بك، ومولانا أحمد المستعلي بسلطان كلماتك، ومولانا المنصور أبي علي الآمر بأحكامك، وبسابع الأشهاد كعمة الركع السجاد، مولانا الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين المنتظرين إلى يوم الدين. اللهم إني أتقرب إليك بهم وتوالى أمر إليك من أعدائهم، اللهم احشرني معهم وثبتني على طاعتهم، واجعلني بهم عندك وجيها وسعيدا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أشهد اللهم بحقائق الإخلاص وصدق اليقين أنهم خلفاؤك في أرضك وحججك على خلقك، والوسائل إليك وباب رحمتك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إن هذا دعي آل محمد الطاهرين الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما، وجعل در إمامة في سلك النص عظيما، وهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين، سيدنا ومولانا أبي جعفر الصادق عالي قدر مفضل سيف الدين، فآطل اللهم عمره وأعلي أمره، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وراعيه بعينك واحمه بحفظك، واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، بحق سيدنا محمد وآل صلواتك عليهم أجمعين. الفاتحة. اللهم ومن سلف من دعاة حقك الكرام وحجاجك على خلقك العظام، الذين أنشروا بإذنك العظام وحرسوا لدينك النظام، وقدحوا لابتغاء رضوانك جليل قدحهم، وفعلوا مفاعيل جرت لهم جزيل مدحهم، لا سيما سيدنا ذؤيب وسيدنا إبراهيم وسيدنا حاتم وسيدنا علي بن حاتم وسيدنا علي بن المولى محمد الوليد وسيدنا علي بن حنظلة وسيدنا أحمد بن المبارك وسيدنا الحسين وسيدنا علي وسيدنا علي وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد وسيدنا علي وسيدنا عبد المطلب وسيدنا العباس وسيدنا عبد الله وسيدنا الحسن وسيدنا علي وسيدنا إدريس وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا علي وسيدنا محمد وسيدنا يوسف نجم الدين سيدنا جلال شمس الدين وسيدنا داود بن عجب شاه برهان الدين وسيدنا داود بن قطب شاه برهان الدين وسيدنا الشيخ آدم صفي الدين وسيدنا عبد الطيب زكي الدين وسيدنا علي شمس الدين وسيدنا قاسم خان زين الدين وسيدنا قطب خان قطب الدين وسيدنا فير خان شجاع الدين وسيدنا إسماعيل بدر الدين وسيدنا عبد الطيب زكي الدين وسيدنا موسى كليم الدين وسيدنا نور محمد نور الدين وسيدنا إسماعيل بدر الدين وسيدنا إبراهيم وجيه الدين وسيدنا هبة الله المؤيد في الدين وسيدنا عبد الطيب زكي الدين وسيدنا يوسف نجم الدين وسيدنا عبد علي سيف الدين وسيدنا محمد عز الدين وسيدنا طيب زين الدين وسيدنا محمد بدر الدين وسيدنا عبد القادر نجم الدين وسيدنا عبد الحسين حسام الدين وسيدنا محمد برهان الدين وسيدنا عبد الله بدر الدين وسيدنا طاهر سيف الدين وسيدنا ومولانا محمد برهان الدين. فقدس اللهم أرواحهم ولطف أرياحهم وكثر أرباحهم وألحقهم بالأئمة الطاهرين واحشرنا معهم في زمرة الصافين المسبحين وأدم إلينا سريان بركاتهم في كل حين واجعلهم لديك شفعاءنا واستجب بهم دعاءنا واجعلنا لفضائلهم ذاكرين ولفواضلهم شاكرين بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الفاتحة.
وعلى نية جميع من كان من المأذونين والمكاسرين والمشايخ الكرام والحدود العظام، لا سيما مولانا الخطاب ومولانا علي بن حسين بن الوليد ومولانا محمد بن طاهر ومولاي عبد الله ومولاي احمد ومولاي نور الدين ومولاي يعقوب ومولاي اسحاق ومولاي علي وسيدي حسن فيل وسيدي فخر الدين ومولاي ادم ومولاي حسن ومولاي راج وسيدي امين جي بن جلال وسيدي قاضي خان وسيدي لقمان جي وسيدي خان جي فير وسيدي بابا ملا خان وسيدي عبد القادر حكيم الدين وسيدي شمس خان وسيدي نجم خان وسيدي قاضي خان وسيدي قاسم خان وسيدي حمزه بهاي وسيدي داوود بهاي وسيدي حسن جي وسيدي ديوان جي وسيدي لقمان جي وسيدي عبد القادر حكيم الدين وسيدي هبه الله جمال الدين وسيدي عبد علي عماد الدين وسيدي عبد علي محي الدين وسيدي طيب زين الدين وسيدي داوود شهاب الدين ومن كان من امثالهم واشباههم واشكالهم فقدس اللهم اسرارهم وصف اسرارهم واسن اخطارهم واقض اوطارهم وادم لنا فيضان فتوحاتهم وسريان فيوضاتهم بحق سيدنا محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. الفاتحه. اللهم وجميع من كان من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأقاربنا ومعلمين العلوم الدينية وسائر أهل الدعوة الهادية المهدية، فأحسن اللهم إليهم وارفق بهم وأنلهم ما كان من أربهم ووسع في أرزاقهم واحفظ مسافريهم وحجاج بيتك الحرام وزوار مشاهد أوليائك الكرام بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الفاتحة. اللهم وكل مذن لأولياء الله تعالى وظالم لحقهم وباغ عليهم ومعاند عنهم ومتكبر عليهم ومنكر لإمامتهم ومضمن لخلافهم ومباين بعداوتهم فأهلكهم اللهم وأنزل بهم كل قاصمة وخذهم أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذك أليم شديد وأنت على ظلم الظالمين شهيد. واخلع اللهم وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزويدتهم وانقص منهم العدد واقطع عنهم المدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط ولا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في بزر وأهلكهم في كل قطر بحق سيدنا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين وبحق مولانا القائم وحجته صلواتك عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حتى تنالوا في المعاد جنة ونعيما مقيما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر
يعجب العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه المختار وسيد الأنبياء الأبرار مطرح أشعة الأنوار محمد خاتم نطقاء الأدوار وعلى أخيه ووصيه الكرار غير فرار قسيم الجنة والنار أمير المؤمنين مولانا علي بن مولانا أبي طالب المبين ما أنزل عليه من ربه وكاشف الأسرار أمير المؤمنين مولانا علي بن مولانا أبي طالب المبين ما أنزل عليه من ربه وكاشف الأسرار وعلى مولاتنا فاطمة الزهراء الإنسية الحوراء خامسة أصحاب الكساء أم الأئمة النجباء الأخيار وعلى ولديها الإمامين الهمامين السيدين الفاضلين الكاملين القسقاسين الجوهرين النفيسين مولانا الحسن ومولانا الحسين غسني الدوحة الإمامية وثمرتي تلك الأشجار وعلى الأئمة من ذرية مولانا الحسين بن علي الأطهار شموس دين الله والأقمار وعلى مولانا وسيدنا ومالكنا ومالك جميع أمورنا الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين صلواتك عليه المحتجب شخصه الكريم في سجف الاستتار امتحانا للمؤمنين وتمييزا للأخيار عن الأشرار وأدر اللهم وتقد تأييد المرار وأجر من البركات الروحانية الأنهار إلى وارث مقامه وداعيه إلى جنة النعيم ودار القرار نائب ولي الله الغفار سيدنا ومولانا أبي جعفر الصادق عالي قدر مفضل سيف الدين نجل الحي المقدس في أعلى عليين سيدنا ومولانا أبي القائد جوهر محمد برهان الدين غيث الأمطار واحفظ اللهم شريف مهجته من شر عدوه الغدار واشدد به أركان الشرع النبوي وأقم له المنار وانشر دعوته الإمامية في جميع الأقدار برحمتك يا عزيز يا جبار حسبنا الله ونعم الغفار ونعم المولى ونعم الستار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ظلم الليل وأضاء النهار بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الحمد لله الذي هدانا لهمدي وجعلنا من أهلين لكلنا إحسانه من الشاكرين وليزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله الذي هبانا بدينه واقتصنا بملته وسب لنا في سبل إحسانه ويسلقها بمن نيل رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به أنا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شعره شعر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمييز شهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة فرم فيه ما أهل في غيره إذا ما واجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجد جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة لا طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حذرت فيه وعيننا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نسقيا بأسمائنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لحو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محذور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تهيا بطوننا إلا ما أهللتا ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلتا ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك ثم خلد ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمين لا نشرك فيه أهدا دونك ولا نبتغي به مرادا سواك اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي هددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقدت وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها
المودين لها في أوقاتها، فلا ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها، ألا أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه، ووفقنا فيه لأن نسل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات، وأن نراجع من هجرنا، وأن ننصف من ظلمنا، وأن نسالم من عادانا هاشا من أودي فيك ولك، فإنه العدو الذي لا نوالي والهرب الذي لا نصافي، وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب، وتعصمنا فيه مما نستأنف من الأيوب، حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دونا ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، من ملك كربته أو نبي أرسلته أو أفض صالح اقتصدته أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استهك الرفيق العالى برحمتك. اللهم صل على محمد وآله، وجنبنا الإلهاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله، وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها أفك أو يحبها صفك، فاجعل رقابنا من تلك الرقاب، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب. اللهم صل على محمد وآله، ومحق ذنوبنا معمها خلال، واسلق الناس تبعتنا من سنا خيامه، حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات واخلصتنا فيه من السيئات. اللهم صل على محمد وآله، وإن منا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه فقومنا، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وإن في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال، عدد ما صليت على من صليت عليه وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك، إنك فعال لما تريد.